وين الشيكات وين الجموس وين الشيك اللي عندك تاكله؟ هذه مد في قاعدين ابو عبد الله ترى هو راعي شيكات. لا تستعجل المسؤول على الشيكات. نحن قلنا بعد الحلقه يا ابو أيوة بعد الحلقه الشيكات عند ابو عبد الله معي شيك اليوم جريش جريش بس لا يذوق الجبال اليوم الناس مش ليش؟ بس انا شايف البارح مع المتسابقين ماكل يعني جدك يعني اليوم ما ياكل شيء. لا انا اقول لك الاكل من اول صح كذا مسابقين طب غير رايح يا مقدر في جريش غير رايح. اي لا والله رايح غير رايح مقدر في جريش تغير الاري ثلث وثلث وثلث بس ما شاء الله اول كله ثلاث ماكل ايوه صح كلامك اي صح والله صحيح صحيح والله يا سبحان الله الشيء حتى لين طلعت انا وياك حتى الثلث حقي تاخذه هذاك اليوم بنيه يا اخوي بنيه صحيح صحيح. لا انا كلام الله شوف ولا ها كلام كان خبر صحيح. قبل 30 سنه واقعي حتى على الكورنيش جده يوم تقول حنا عزونا اهل دجه اسف ايوه هو كذا عيون دجه هو ربنا ابو صالح محفوظ ابو صالح خابرها والله قبل 30 سنه انا وياه مجلس الشباب ما شاء الله على الكورنيش صلى الله عليه وسلم اللهم صل على الله يجزاك كل واشرف كل واشرف ولا تسرب من غير سرف ولا مخيل من غير سرف إيه ولا مخيل يعني كبر فقال كلمة إسراف في الأكل كل واشرب من غير سرف ولا مخيل وكلما توازنت في الشريعة كلما ارتحت الشريعة تزل كل شيء ترى الله أكبر بس بطلك لا عليك حق يا أخوي إيه هذا قول الله سلم ما ابن آدم بحسب ابن آدم أنت خبر الأولين إيه نعم. أنت من يمكن أكبر واحد مجلسنا أنت ما عندهم شيء أنا خبر أنا حتى أبو هريرة أبو هريرة يقول الله سلم فزودنا بجراب تمر وحنا ثلاثة صحنا أبو هريرة يعني الصحيح الله يستر لنا بجراب تمر صح. الله يستر اليوم جراب تمر صرف يعني راح وكان احدنا يمص النواة اي يريد ان يجد ما فيه لو يحطون مخابيهم يحمسونها مثل القهوه وياكلونها انا يا اخوي يوم نكد وانا يوم نكد قبل 40 سنه وش لون اكلي؟ امر لي الخباز في الاميه ولا في ظلم ولا في رضوان ولا مع الطريق اي مع الطريق والبق عند خباز بس بارك الله واشري لي خبز ايه؟ افرح لان ما ودي ابدل ما ودك تسرف نعم واشري لي قرص واحد قرص الله من اول بقرشين القرص العائله ما عندك ياكلون السياره في الجمس حقي ماسك الطريق الحالي اي الحال في حالي واخذ القرص ليتني معك والله كيس بصل اي نعم معي كيس ايش؟ اي بصل واقطعه بالسكين اخليه مقاط مفروم واقول بالقرص التميس كذا اطبقه سندوتش ايش؟ بصل مفروم اي والله سندوتش ما عندك هم مع الطريق ما صار حط السرير اي تنط عيونك تقلق بصل هنا اوصل اتعدى طول عمرك انا افرها اسمع معك ركاب لحالي لا معي بضاعه لا لحالي والله ينزلون لو ركاب اقول على الخياس وهذا برضوان وامر الاميه ثم ظلم ثم عفيف ثم بجاديه ثم الدوادمي وانا عيوني تقل من حرارة اشواني ماني بعرفك ذيك كل ديرة تدخل حقها يا اخوي من يقول لك يعني مشيتني ولا مشيتني؟ لا لا والبصل طرفه واحد لا البصل زين ولا علي صلاة بس ما تدخل في المسجد لا انا في الطريق ما تعدى في قصيم بس ها؟ ما تعدى في قصيم دراهم خبز اي واجمع دراهم تاجر من زمان ما شاء الله عليه بسنة واحدة شوف عشان رجال انجزوم اي شاب عمري ما غلط 16 سنة واحدة طلعت مهر مرة 40,000 ما شاء الله اي والله سنة واحدة والسنة اللي بعدها مهر ثانية حظوظ الحمد لله بس اني اكد اقول لك كد على قول الوين كد الحمير يقول هالفلان ذا ما شاء الله حمار مكده مع احترامي لنفسي مع احترامي ما يخلينا ابو عبد العزيز لا مع احترامي لنفسي يجينا مع اللفة الثانية يعني الصحابة يقول فلان كد حمار اي الحمد لله بس الحمد لله بس شاهد مبسوط لا صحيح ليش نقول هالكلام دق علي واحد قبل يومين زعلني ليش اقول هالكلام ابو عبد الله؟ دق علي واحد قبل يومين يقول يا شيخ ما لقينا وظائف، اي والله قلت يا اخي من قال لك ما في وظائف؟ انا شغال الله قال فابتغوا عند ايش؟ رزق عند ايش؟ عند الله نص لا يا ابو راشد اي نعم فابتغوا عند الله الرزق، الحكومات ما هي بتهيئ الارزاق للناس صحيح. هي اسباب بس الله قلت يا اخوي انا مثلك قعدت ارجع قال يا شيخ صعب الشمس حاره قلت هي الشمس حاره يا حبيبي هذا لوني ترى والله ما غير الا الشمس والكد ولا ترى لوني من جوا افتح لبناني اول صدري لا لا يا اخوي افتح لبناني اول اي ولا صدري ترى من جوا ابيض وقف يا اخوي خلها من وجهه وجاي فهذه كلها عوامل تعريه حرقتني الشمس حرق قال يا شيخ الشمس حاره وشلون قلت يا حبيبي كد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوم جاء رجل شاب جلد اعطاه ويش حبل وش بعد يا ابو راشد وفاس طيب اسالك بالله الاحتطاب مو من اصعب المهن الا والله من اصعب المهن الاحتطاب لانه يدخل شوك بيدينك وتكسر الحطب وما حد سلم ما خلاه مدلع قال له خذ واشتغل اشتغل خير لك من تسال الناس منعوك واعطوك الله النصر وانا اشتغلت وحملت كلش مهنة كرمك الله للحمير حملته بالجمس سلام هاي كلش كل شيء حملته كم حمار حملته يا ابو
اخر مره مره حملت حمار ازعجني مزعج. كم موديله؟ طول يا ابن اجود اهجد افرض عيب ابن الاجواد مو ابن اجواد اجودي اي اجودي الحمد لله نحط يوم عالمي اليوم 8 مايو هو اليوم العالمي للحمير. ما ارسلت لك؟ ارسلته ولا ما ارسلته؟ الله يخليك ابو عبد العزيز لا بد انه يسوي الطعام يسوي مسابقه في عنيزه على الحمير صحيح والله؟ اي والله سوي مسابقه وفاز ولد عمي واعطوه الهديه الحمار اللي عليه حق هديه صحيح والله مسابقه حمير والله يا اخوي النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ركب الحمار النبي وش محمار الرسول ايش اللي جاوب والله اعطيه جوال الشيخ راشد جاي سيدي ابو راشد والله يا اخوي انا اسمه حمار سلم يعفور نقدر شوي اسمه يعفور كان حمار سلم اسمه يعفور حمل اشرف جسد على وجه الارض جسد محمد حتى ابن عباس يقول فقال اركب يقول فرادفني يقول ابن عثيمين هذا دليل جواز المرادفه على الحمار انك يجوز تركب الحمار اذا كان حمار قوي يتحمل تركب اثنين تركب ثلاثه لا يضيمونه يا اخي كان عند الحمار والله في عنيزه اجودي والله يقولون الشيبان الاولين انه كان يخدمهم 7 سنين يوم مات ضاق صدورهم بغوا يصلون عليه قالوا لا ما يجوز يصلون على حمير راي نافعهم حبوه يا شيخ حتى واحد مثل ما سويت انت قصيده بالشيخ راشد سوى بالحمار قصيده وعندنا البطح من عيال عم الوالده الله يرحمها توفى له قصيده بالحمار معروفه عند الشعر البطحي الوالده من البطحي امي انا موضي عبد العزيز البطحي هذا من عيال عمها وسوى قصيده والله بحمار مشهور اكتب قصيده البطحي بالحمار ترى يا اخوان التاريخ يشهد للحمار بالخير والله الحمار تقدر تقول في شيء قد أداء أحد الحمار علومه طيبة علومه طيبة وبعدين ترى الخط يقز الحين الشيخ يقول علومه طيبة وأنت الشيعة شو تقول بالحمار والله هو خدم كثير صراحة ما اللي خدم الأولين هو ما خدم الحمار قال الصحيح أجلت ما لحقت على الجيل أباءهم أجداد خالي الله يرحمه محمد البطحي يوم حلقة على الحمير قول أمين يا شيخ راشد أبو راشد الله يرحمه محمد البطحي خالي كان عنده حمير وكان يكد عليه ويترزق الله رزق على الله ثم على الحمير عنده معرض حمير لا مو معرض سكروت فأقول كل من سألناه وأنا مجالس كثيرة والله محل تأجير مرة سألت مجلس كثير ينتهي بالتمليك صدق يا ابو راشد مره مجلس كلهم قاعدين تكلمت حمير تاثر قلت اقول الحق وش يقولون؟ والله اي والله ايش قالوا؟ تسمع يا شيخ؟ اي والله قام كل مجلس قلت قول الحق وش يقولون بالحمار بعد ما بينت كيف خدم مكه وكيف قال والله نعم قلت ما عليكم زود ختمها ختمها ما عليكم زود جنب الحمار نبغى نسمع من شاعرنا ابو رمان جزاه الله خير ريحنا ابو عبد العزيز خربها بالحمير والله خربها بالحمير عندك الشيخ سليمان الشيخ سليمان وسعيد مسفر الحمير هذه لابد يذكر في محاضراته اي لابد يقول عايد القرني ان سعيد مسفر عنده يمكن 200 شريط لو شال كلمه الحمار ما بقى له شريطين الشيخ عايد يقول كلمه الحمار هذه من كثر ما يتكلم عنه اي والله جبلان سمني واهم من هالسنين شفته في مصر راتب الحمار وطاح بالبركه الله الله اي الله الله انا والحمود والله عارف سيرتك مضبوط ابو صالح دخلنا قناه فضائيه كانت عن السلامه المروريه ايوه ودخلنا على حمير دخلوا على حمير اي والله ووقفوهم اي وطلع جه سليمان قال قفل الحمار حقي قلت له حقي حماري انا بالبصمه طلعت البصمه تشك مشيت اموركم وخلاص والله اقوى حلقه ضربت ترند تذكرها هذا كان يمكن عام 2009 2009 2008 موجود اكتب الجبلان والحمار يطلع لك ولا فهم سوا لا صحيح انا الحمد لله كل الحيوانات اكتب الجبلان والبعير اطلع الجناب الجبلان والهر اطلع الجبلان وكلش الجبلان والقرد لو قالوا الذلول يا اخوي زين ها لو قالوا الذلول ما في قصيده اليوم لا الذلول البعير اي البعير اي انا اطلع والله الحمار الجبلان والبس الجبلان وكلش وكل مستمثل لله يا ابو عبد العزيز اي لان لهم حق يا اخي علينا ما حق علينا الله قال عنهم سبحانه وتعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما صح يا إبراهيم فهم لها ملك وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم منافع ومشارب الله قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس أن جد شفت ورعب سنتان أنه أخ أكبر جمل ويركب عليه ويراضيه ويهوده
وينوخه ويقومه. شيخ الباديه وش يقول؟ وش يقول شيخ الباديه؟ يقول حط الجدي في ورك المطيه، حط الجدي في ورك المطيه. وبن حوره يظهر سير الايماني. صح لا يا فاطري وش يا فاطري؟ فاطري وش يا الناقه؟ الناقه يقول يا فاطري خبي خرائم طميه الازل حزت مثل خشم الحصاني، خبي طميه والفياض العليه تنحر برزان زين المباني. اي ولدي وسلام اخو نوره سنوز من علي. اي اخو نوره الملك عبد العزيز الله يجعله في الدوس الاعلى. قول امين. غير اسمه وذريته. قول امين. سلام اخو نوره سلام علي. غيرنا انتم ما تبون حمير جنن بعيد. يجيب بعاري يجيب بعاري عاد ما ودي اطلع. ترى من الادب انه اذا كان عندك شعار ما تقلط عليهم. انا عندي قريحه شعر بس قريحه شعري سبحان الله ما تطلع لاخر الليل. عشان كذا تو طلعت شويه ومشافت الظلام. انطفي النور يعني. تفضل شاعرنا. تفضل شاعرنا. تفضل شاعرنا. والله صحيح سبحان الله. ما ادري ليش صديق براشد اذا صار عندي ظلام مره يطلع عندي شعر. احنا ما حد اسلم يا غرمان حبيبي. الله يسلمك. خلاص وصلنا البعارين الحين والنياق.